حضرت يوم فؤاد، بنرحب بيك النهارده، بنقول لك منور ومبروك على التكريم. مبدئيا كده كلمني عن تكريمك لمؤسسه الاهرام. انا مش عارف النهارده انا هتكرم ولا لا، انا ادعيت عشان احضر، ربنا يسهل ان شاء الله. هو مجرد حضوري في مكان زي دوت، فالحمد لله انا بتكرم. مؤسسه كبيره، شرف عظيم ان الواحد يحضر في مؤسسه الاهرام، واتمنى ربنا سبحانه وتعالى ده يتكرر دايما. يعني ما شاء الله، رغم الانتشار الدرامي في التلفزيون وفي السينما، الا ان انت مصر تبقى متواجد في تياترو مصر ومسرح، تقدم حاجه مسرحيه، السر وراء ذلك؟ المسرح اولي واخري زي ما بيتقال. يعني انا طلعت من المسرح، ودايما كنت بعتذر السنين اللي فاتت عن المسرح وانا على عيني، يعني زي ما بيتقال، عشان ما كانش في وقت. فلما جت فرصه زي تياترو مصر او مسرح مصر او الكلام ده، لانها بتبقى اسرع شويه وما بتعطلنيش قوي، فانا بعمله. وانا طبعا بنشد الضحك دايما في المسرح، فانا شايف انه هدف جميل يعني، فانتميت ليهم. مش هطول عليك، بس اخيرا عايزك تقول لي على الجديد عندك، اعمال دراميه او السينما. بعمل ولاد 9 مع احمد شفيق مسلسل، وداخل قريب ان شاء الله اعمل كابتن انوش. واما عن السينما، فانا لسه كنت ضيف شرف يعتبر في الفيلم بتاع هروب اضطراري مع الفنان الكبير احمد سعد. ضيف شرف كم مشهد يعني؟ هم كانوا من تصوير حوالي 3 مشاهد. كوميدي؟ لا مش كوميدي. لا مش كوميدي. تمام. نورك، ميرسي يا فندم، شكرا جدا. حضرت اقوى موقع فني في مصر.